ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله سبحانه وتعالى كتاب كيس منزل كا ومحكم كا وحو نوغو شيغي هدي أن كفغانو وحيالانا لكرر بيكو دواوين إن الله أو نوضا في سبحانه وتعالى سيئات كا يرير كا أولا نجرين أيوه مكانو جرين هجاكسا أو رالك يا سبحانه وتعالى أحد والبو مسلم وحال لقدون يا كولكا إنو إسكائر عليهم نفس الديسة كدور ذنوب تواوين إيه كبائرتا إيه عرض الرب أي كرة تميسو وعقابك اللقو متيسان أيوه أدونك يا آخرة اللبضة وانا لقو دولوب أيوه. الله سبحانه وتعالى ايان ويديسان اينا اينا وصوابتا يسيدا توصن هاليشي يو كل كسيدا آيادا لغاقا يو وحان دراسة كسامين اينا دنبيالك واوين اي كبائرتا مواديع كمدعا اناقو ووليب سيقار اوغاها اللي دونا هدي الله يرهدو داد كفال كدقا اماسي وحروقا اماسي غيب كاورنا داد كاوطاقا اي وحوريسان ايا ايا داد كحيدقاها ايقا هي دتك شغوين كنوع عاصة غبطة دتك أما أطغى أما دتك شغلة غبطة لفهانتو عذابك يلاكتي سكوليهين موضوع عاصة يانو وحكا درسي دونا هدي الله إرادة سبحانه وتعالى هي غيبة سحرك كم إذا أولا حرير أرنتا رسولك صلى الله عليه وسلم وهو كل حديث حسنة: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. اجتنبوا الكبائر وحاد كدرو كتان دادك اسلامك او دنبيالك واوين كبائرتا دنبيالك واوين الله كريمك قفك السماية او عرونيو وعقابي عذاب لغوية لانيو كدرق ايو يري رسولك صلى الله عليه وسلم وعو رسولك ارنيا وسددو وحاد لازم تان وقاد كسونا تان استقامه توصنان تا يسيلة سوابتو تاهي بشاريس أيوه لي صلى الله عليه وسلم معناه وحال لرجل أكو فرحة أكو بشاريس ثواب إلى إنا تجاري الدونتان هداك ثواب تلاسمتان أو دنبيالك وأوين وكوائرتا كبتا مركا مسلمين توحى أي كل إبانا يا وحوي دنبي والبقو عراء الله كجرت إني كتغان سيدة توسن الله راليكي إني إلاليان إلى يكون بشاريسان رب سبحانه وتعالى وحا أي كعبد أو وناقة إلى الجنة كهريان هذا وقف والبو مسلم وربك كو خلقي كعبس أو كوائرت يدن بيالك وهوين إساقاتك ربك كو خلقي كعبس وددك فالك ديقها وتقين أدوغونا فالها كشقين ويو وحا جيردد عن خير لهين وأشياء نوعاس كشقين. الله سبحانه وتعالى وحو كتابك سكورنا يا منزلك مركو كشيكين يددك خير كدرا يؤمنون بالجبت والضاغوت وحي الرميسين بو اللي اي رمينا يان جبتغا او سحر كاللولة جيدو اي الضاغوت كاو سيدان كاللغوضو وحو كفاسرينين كجابر ليرا دواغيد دوادتك ايوكو حرافين تا او اما فال كدغا اما حدقها ايقا اما سيير هذا اسيادة نحذو دان وحوغة جيدينا او سياد دينتو كسو دقتو او سياد دينتو وحوشيكتو دادك نوعاسة دادك وركو دا امنة وادادان ايمان لهين وادادان خير لهين وادادان اللي اكتي سوانا او لنا ديسا وحاك اللابنين مرك احدك اسلاني بقلبك اسا كجرتو وحايسك الالي او ربك كعبس سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وسلم وحيان لقوي دي دتك ايوه وحشيغا اني مررك قبل رشيغا يان رسولك صلى الله عليه وسلم عائشة وحيتري سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اناس عن الكهان رسولك صلى الله عليه وسلم دل ايه وحي كورا يسان دتك كهانك كهانك وحال لولجي دا دتك ايوه كورا ما قيبك ايه وحق رسون وامير هذا حدك بان ايه وحاسان كاركي
أما يراد الكافر كدب وحاسا كأركي أما يراد تصبح أيان لرو وحاسا كأركي أما يراد السلن إيال أنا عبا فيري وحاسا كأركي ذاتك نوع عاسا حالة دودة كورا أيان نبي قال لقوي صلى الله عليه وسلم رسولك وحوكو جواب ليسوا بشيء وح أي كسبين إيا وح أي دين ليهين إيا وح أي إيمان قعانتا كوها يان مرهم بيري صلوات الله وسلامه عليك كل كاس يرى يا رسول الله انهم يحدثون احيانا بشيء فيكون حقا ذاتك اسواليك يرى شيء كمسونا او وحوذا دمبين وي او غالها قبل وينو ورميان وحوذي اي نوشيغان نسيدي اي اشيغان اي نقونا يعني بالكورا رسولك وحوذي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يحفظها الجن فيقرها في اذن وليه تاسوا كلمة حقا كمدة أو جن وسوء إفليي حقا مرايكتا انت كسوا مغليك نكتا أساق والدي سشيدان كاو كردي سيادين تا ايا وحي كسوا مغلين حقا مرايكتا وانا كلمة حقا مركابة يغفك يكو أليغانيين وكانين بويل صلوات الله وسلامه عليه وحيالا مركا يشيغان سيدي وشيغان ونعي واسدها مركي كلمة حق الله شيخه فيخلدون معها مئة كذبة بقل بينهود أي كدر أيام بو نبي قويري صلوات الله وسلامه عليه وبقل بينهود أي هلكي كلمة رنتا كدر أيام هلكي مالين أو هذا الرن الله جهلي أي نددك ولقو الدوص عنا يليين وأولي ما نهب له وحا شيخه سيدي بيوح ودعان ساس بيددك أرانا يان خير درنا سيئ أمد ولقو دوليان وربك إنك عبصر أن لو يالك ee wafalka dhiga ama waxyaalaha ka warama wax ay ku sugan yihiin iyo wax ay yaqaaniin iyo wax ay kala ogyiin midna malahan wax ay diin iyo islaanima ku sugan yihiin malahan oo ayuga iyo diintu waa kala labo beenaalayaal weeye wax aysan garanayn bay ka warameen cilmi aysan lahayn bay sheegteen sayaadiin inayna waad garanaysaa xadiidka asaga waa mutafaq oo bukhaari iyo muslim baa soo saaray waxaana noo cadeynaya inay nimankaasu khayr daran yihiin malaa'igtu markay saxaabka samada ku sheekaysanayaan ayay sayaadiintu waxa ay sheegayaan ka soo maqlaan markaas ayay u soo sheegi jireen qolada ayaga curaafiinta ah kolkaasaa dadkii faalka dhigaya ama shaydaanka ay war uu sheegay maalin baa run noqonaya halkii maalin ee uu runta sheegay oo kelimadii xaq ahayd uu ku waramay dadku weligood daba haynayaan maalin ba uu yidhi roob baa da'ay oo roob baa da'ay maalin ba uu yidhi islaantaas wiil bay dhalaysaa wiil bay dhashay saas buu yidhi waa weli bay leeyihin baktiga iyo qurunka kaba wada uma jeedayaan maxaa yeele shaydaan baa waxaan qurxinaya waxaa noocaasu diin maahan rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala hana laga durgo dadka shaqadaa qabta iyo dadka shaqadaa ayagu u doontee u taga waa dad khayr daran labadooduba sayaadiinta ay walaala leeyihiin sayaadiinta ayaa u waxyoota qur-aan shaydaan bay yaqaaniin ee qur-aanka alle ma yaqaaniin mana ku socdaan dad barake iyo wanaag lena ma ahan waxaana mawduucaa ku wada jira dadka dhulka faalka ku dhiga dadka anqaas inta madoobeeya caan ah ilmaha saqiirada suulkooda mariye qur-aan shaydaanka ku akhriya dadka tusbaxyada lula dadka lacagta shilimaadka inta eega yira waxbaan ka aragnaa dadka caanaha inta loo keeno fiiriye ee yidhaa waxbaan ka aragnaa kuwa fiiriye xidigaha kuwa yidhaa markaan seexanaa nala ku soo degaa dadka nuucaas oo dhan kuwa yidhaa ruuxaan baa noo timaada wax noo sheegta ummadda nuucaa ku shaqaysato oo idil waa beenaalayaal baraka beelayaal ah oon ilaahay agtiisa wax wanaaga u yaalla aysan jirin sida uu nabigu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam axad kasta ee ficilka asagaa ku shaqaysana cadaab adag ayaa loo yaboohay marka rabbigiinka cabsada kooxda booranaha ka shaqayda kooxda mingiska tunta kooxda ruuxaana baan ku shaqaysanaa tidhaahda iyo dadka waxaa ku shaqadale oo dhan waa dad aan la agtiisa wanaagu oolin haddaysan ficilka ka tooda keenin qofka muslimka waxaa loo ogolyahay jinka iyo shayaadiintu markay qof ku dhacaan inuu qur-aanka alla ku akriyo rabbi magan galo alla u baryo laakiin waxaa kaloo la samaynayaa bakti weeye waxay diinta ogasho meel ay ku qoran yihiin la yaqaanana ma lahan ee rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala oo yaan xaqa la layicin diinta islaamka waxaanan yaan diin laga dhigin oo aan kitaabka alle lagu cayaarin waxa uu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam man ataa caraafan fasa'alahu can shay-in fasadaqah lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowma axad alle axadkii carraaf u taga
عرافك وحال يرى قفك أما فالية أما وحسيقة وقفك يرى هذا عرافتي اللي حالي ميسي تالان قرانيا وحاس السيئين بان أقانا أما قفك وشيقة عذرك كونا عيسيدا ويان قفك عرافك أما فالك ديقيا أما إبديقها إيقيا أما تصبح اللولية أما شيرينك عد إيقيا أما أرانا ينتسي على يعني روحان إيقوسي ودكتي انت شغل كميدا قفكي اتغا دادك نوحا كوشا غيسا قف كميدا ايو شاي سؤالة اي شاي قو سؤالة مركو اشيغا كرو ميسا لم تقبل له 43 يوما افرتن بري صلاة دلقا ما اقبلو رسول كان لسيدا سيو ورانا يا صلى الله عليه وسلم وحا ان صلاة دلقا اقبلي وامحا وافرتن بري اي ان صلاة دلقا اقبلي وحا لقا اقبلي ايا وحا لقا يلي منا مجران بل هدو أرق أرندو سيدة أي تهي مركا دادك إسلامك وربديكين كعبصدا أو دادك نوعاسها أتاقين نينة أو وحا سؤالا نينة أو شاكها كده يسا نينة أو بينا ريالوية كدرقة أو دادك شقالها قبطة وربديكين وطوبة كينا غيبك إلهبا أوغي هدو غيري وناك دوانيسان حديدك أساق المسلم باسوا صاري رسولك صلى الله عليه وسلم وحو حديدك نوعا ديي عراف قفكي اتغا او وحو رئيسا او وركي سيهلا انا سلاد لغا اقبلينين مركا كي اتغي او وحكدا جيسي اياد اجيدا ان ليري سلادي سلام اقبليو محاض ام ليريسا قفكا اصغو شقضا قبانيا او عرافكا او فالكا تيغيا او قرنكا كشقينيا بلادوغو اسويدي دباتادا قفكا هيستا انت اي لأكتهي وربك إذن خلقي كعبصدا وشقوين كنو عاسا ربي با إذن ككافنا إياها كشقي سننا دادك نبينها أشيقي ننا دادك آن وحك لقرانين وعامضا يدمر كآن وحقون أهنا هكا إيب سننا إنا أذنكو قيب أكتهين أما وحل إذن سوشيقو إلا وحج لما هو كاسية رسولك صلى الله عليه وسلم موضوع آدب أغدقي دادك فعلك أساقا كس عدانا داد خير لما أهم ويا رسولك وحويري صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائدة أو أتى امرأة في ضبورها فقد برئ بما مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح وإمام محمد أصحاب السنن إيسوس هارين وحو رسولك ليه من أتى كاهنا أحد كي أتغى قف كاهن أه أو أما فالدقة أما حدقة شاقة أما موضوع أنو عاسة صدونا وهن نغضي كشاقية أما سهويني حائداء جماعة أتغى أما هويني كجماعة محل كسحرب وكصبحر سدح لها في علمتك من القف كي سمية وحي النبي محمد نقصه الدجيه بري أيوك أيو نبي قويري صلى الله عليه وسلم وكبري وحي النبي محمد لقصه الدجي ايو بريك ايهاي وحو الدين شقك ليهي مرهم بو نبي قويري صلى الله عليه وسلم واحد ألا أحد كي اتغى قفك كاهن لوغا وفارالك ديغا اما جنية رشيغا اما سيرا لبوران انتما اما يرا ودادان بحيا اما يرا يبران كشقيا اما يرا الروحان باو حيشك دا اما يرا تصبح وان للا او وان كاركا اما يرا نوركان فارقو ديغايا أحد كي أتغى دادك عقف كمتأه إيه وحا أي شيئا ينكره ميسا وحي النبي محمد لقصه دجيه بري أيو كيهي ساسو نبي عبدالي صلى الله عليه وسلم واركه وحورنا يا رسولك الله أحد كي رسولك الله رميسانو دادك نوعاسا أتغين دادك شكرا قبطو هدال رسولك رميسانتهين قفكي وحيدين كده جيسي ايان ليري الدين تأيو بريكي اي ادنكو واكسي حق دايلا واكسي قال لي مبالنتين واكسي الدل بالنتين اللي اكتي سوا وقعدها بالنتين ربكين كعبصد او فعل كاكتو وكينا ربكين كعبصد او ضدك بيانها كقذننا ربكين كعبصد او حول حارانها قاذننا ربكين كعبصد او وحنن اوغين وان اقني دادكها كلهننا وعلاك تيس على لكشا غيسننا هدول وناك دونيتان نين الله نكي هوين حائدا اتغا او جماع اتغا اما سهوين اي كجماع محل كسحرب وكسو بحضانا دينة النبي محمد لقصو دجيه بري ايو كيهي سلاسة يو نبي بقرانا يا صلى الله عليه وسلم ورمضى النبي قهداتهين والرسول كالا رميسنتهين
ودينت حقنبا إذا قرانا إسان في إلا ذا إساق التنزول أو ربي كبغنا ضديه وهذا غير لذين حديث كأساق هو صحيح إمام أحمد يا أصحاب السنن يا صوصاري سانه ربا أشاقني وهو رسولك يري صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أحد كي عراف أتقى فارية أو كاهن وإسلام من إيه وإلما معنوه أسنه ومد والبقو قادنا يوم معنوه معنها أو كسا أفصان قف غير كورمية أو وحشيقية أو أرمية وحسن أجيلة أما أركا إيوها أو شيقية وكنا واقية كرمية سو نبويل فقد كفر بما أنزل على محمد وكو قالوا وحي نبي محمد وسود الجيي وأو كو قالوا بي وحي رسولك اللي وسود الجيي وقال كنا قضي ساسو نبويل صلى الله عليه وسلم إن أتقال كل غطو نبي عضينا يا حديث كأساق أو صحيح وعن رسول صار إمام أحمد إيا حاكم أبو هريرة يانا لقوري وربك إنك عبصدا وركت نزولها في عاشات وردتك إسلام نبال الشيقين يو الدين تهنا كبين شيقيننا وردان المسلمين ضبا أهين وأن نساق تقين فالك وأن نساق تقين قرنك وأن نساق تقين حدقها أكلا قريسان ما لما أتكلم حريسان والرجع إذا هذا الله يبكى أقبل ما يأوه هذا وروح على ركي سادات أرانا يماني هبلا صدق الله بحيا وما لمي بيكى لحيرين وحيوان كيبين من أبي أكلا يالين مركي ربان إني وحق الربان وحيكو ليين ديق مدو صغر حقا ديق مدو لغا كينا يا مروا حيكو ليين عيسان من أبكى لكان وربي كعب صدا وكاسي هدنا ليين قرح وغرسا انتي سنقارين وإن أبكى لقلا ساحب بي قبان وقت جاي قبان ملب بي نفك او قبان بلاي شردين وربك بغل سبحانه وتعالى وروح عاسو الدين ما أهم إسلام كنا ما قبو دكا كوشا قيسا مسلمين ما أهم رسولك الله كأن فيه صلى الله عليه وسلم وحونا رسول كوشا إني كو قالوا بين وحي أسأل المسرد الجيي وكو قالوا بين وحقا لماذا كو حكم يوى نبي الله صلى الله عليه وسلم إذكال ما أهم مركا عدبا أحد والبقو خير ألا كدوني ودوني رب النحريسي سإنو هل عذابنا كبت دادو وإنو إسكا إلالي يا مواضع الاس وإنو مواضع لنو عاسا إسكا إلالي يا ربك وإنو قلو هذا دينة إسلام كان وإنو كسعدا هدو سيالين وهو لكل مدونا دلي دلي أيو لكل مدونا ذاتك نو عاسا حولها أي قلان وحولها حلال أهين محايا للجن بي أقلان إي ألا درتو أم قلان حولها مركي قورعان وحي كل رهدين دولال أي شيء يان بينهان نيكا كدوغا أو حسنة سيداكو أي كشيغان يوارالا سيداكو أي كشيغان من جسك يبورانها سيداوحا أي ولاد أويا قهنين أو ذاتك أي كتر عيان سي شيء يان حولها الدريقية لها سيلاقو بحيا وابقتي رسولك الله كشي كينا ينوحوي صلى الله عليه وسلم ملعون من سب أبا نحريستا قفل قدر جيه أول الله عنا ذي ويهي أحكي أبي عايي ملعون من سب أمه وامد الله عنا ذي أول نحريستا لقدر جيه قفكي هو يدعايي أول الله عنا ذي ملعون ويكون الله عنا ذي أول نحريستا لقدر جيه من دبع لغير الله ألا غير كقفكي وحقري وحورها أوقري ربي وحانهين أوقري أما هو قال جن أما هو قال سيدان كله أحد كسر ناف قالي ناف كمركو قالي أنا صدقوا إلهي درت ولجيرا وحنا هين أي قلبك وبجرين نعريس ألا قفل قد درجية ويون بقولي سلوات الله وسلام عليه نعريس ألا لقد درجية وعذاب الله وصلي ليا وألا أنت سوينا كم رهان تصيوا عضينا يا نبيه صلى الله عليه وسلم وهو رسولك يري ملعون من غير تقوم الارض نحريست ان لو احد لقدر جويه يدوا لها او دول كلي اي قف كدويه او دول اوصل لها شيكتا اما ميل قف لو عبد لو اسكل اي حوق قاطه سيده من الشيبيه يو حلا متكا ملعون من كم اعمى عن طريق وامل الله عنه او نحريست لقدر جي قف ان دوله قف كي دريته كلميه احد ان دوله هذا طريقة كل مستو نحريس ألا ولا قادر شيء ألا أكتس على أبك بتكل هذا قفل بوس ذا جرى ملعون الموقع على بهيمة وامد ملعون الله الله عنا ذي حيوان كبهيمة لا قفكها وين كدكتا
إلا هدد بهدير الله لها وين كدكتا أما الدميركا أما السحيوان كونانبا والعياذ بالله بني آدم كوحي سمينا يا وحي أبدا مهي ملعون من عمل بعمل قوم اللوط نحريس أن لم يدل جد جوهي أحد عمل فري قوم اللوط نمك اللي إذا عمل كولا قوم اللوط نحي سمينا نمك اللي هو وين كدكا جرين رجع يوغا اسكوري جري دمر كانت حقا اسكدكا ذات كان نوع سوا الله عملي نحريس أن لا أيها اللي قد درجي أن لا أكتي سنة علامية مصيبة أمك بيكوليين حديث كان أصدقاء وحديث سنة تيس أو ناكسي يمرك الدروب ليس الله جمعي وحولي ألباني وصحيح وحانا صوصاري أحمد وحولي كسوة يا صحيح الجامع مسلمين تو ربقين كعب صدا وربقين كعب صدا وروناك كد لاريان عراء الله إذن كدنئن إهو دوانينا مواضيع لاز وروالدك إنها عايننا ورحولها على غيرك هو قليننا وسيادين إيا وحدنا هو قورعيننا وردتك نلك وضعها كذل مننا وردتك آن إنها قبين وددها كلي إننا ما الآن دين تجيرين دتك هو تلمى مننا حيوانك هكو عيار مننا وهي حيوانك هو إلا قد لغنن رقو يسن لواد اسكو سمهنن قد يراس وقد يرالك عرون أيو dadka ka sameeya ara Allah ku dhacda ciqaabayna leeyin ee muslimiinta oo ka durga oo rabbigiin ka cabsada war islaanima haday jirta diintan ha lagu amal falo oo waxa rabbi diidaya ha la isaga tago war hadan sidee la yeeli lama liibaanayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu noo sheegay dadka ayagu ama falka dhiga oo waxa ku shaqeeya ama waxa dadka ku shaqeeya dadka wax ka yeela labadooda qolaba inay ku gaaroobeen wixii nabi maxamed uu soo dejiyay salaadana aan laga aqbalayn safka horeba weligooda ku jira axad kasta ee faaliya seer ku shaqeeya wax laga aqbalayo cibaadaha ma jiraan sida uu nabiga alla cadeeyay sallallahu alayhi wasallam marka rabbigiin ka cabsada oo xaqa ilaaliya war diintan islaamka ku socda war rabbigiin ka baqda oo galadaadka isaga taga رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري العيافة والضيرة والدرغ من الجبت حديث أبو داود أو سنة ونحسن كقر أيو سيدة كويري العيافة عيافة ضيرة هي الدرغ والجبت هي كمدين بل هذا بسد حد الله أيام فسيرينا عيافة وحالي لنلك وحالي قرفال كنلك لقو نغيو أما أنقاس رسولك لقو قريو iyo waxa kale la gorgorayo leleeyay waxba looga jeedaya qofka nooca ku shaqeeya nooc sixir ayuu la yimid weeye dayrada waxa la yiraa baasaysiga oo qofku yiraahdo wax ibla la iga raacay waxa uu baasayso oo balaayo ka dhigto sixirkay kamid tahay shaydaanka shaqadiisa dardiga waxa la yiraa shimbirka la haatinayo ama se aqalkaaga oo gariir ama bahalo ku soo degeen oo aad tiri waa maytay hebla iyo wax ibla ama shimbir geed saaran oo qori lagu tuurayo haddaw nina camili ku heedo baraka jirta iyo khayr bay ku leeyihiin haddaw nina cambiri u duulaha baas iyo balaaya jirta ayay ku leeyihiin ashyaada noocaas waxay ka mid yihiin sixirka rabbi oo uga caroonaya dadka axadka lagu helaana uu daalim yahay marka qofka muslimka ahu afcaashaha wax ka mid aha qabanin dadka qabanayana ha xiriirinin ehel iyo walaala ha ka dhiganin khayr iyo wanaag malahana dhinaca iska gey oo ka duro taas ayaa lagaa doonaya laakiin daiman inaad dadka hoos orodid oo aad dad wanaagsan u aragtid khayr darada ayay ka mid tahay ee rabbigiin ka cabsada subxaanahu watacaala waryaan diintan lagu cayaare war waxaan alla raalli ka hayaan diin laga dhiganin oo alla ka baqay subxaanahu watacaala waxaad arkaysaa nin dan oo weyn oo qaymo inuu leeyaha lagu malaynayo ee islaam siday xataa dharka u xirata aan garanayn inta u taga oranaya wax ii sheeg oo waxyaalaha gabal weydiinaya war rabbigiin ka baqda subxaanahu watacaala war waxaa dadka muslimiinta lagama ogola diinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay inay aada u khayr daran yihiin dadka faalka dhigaya dadka u tegaya kuwa faalka dhigayaana ay khayr daran yihiin islaamnima iyo diinna inaysan gacan isku haynin hadday dukadaan hadday soomaan hadday se ka bixiyaan hadday yidhaahdeen muslimiin baan nahay wax laga yeelayaa ma jiraan inta ay faal iyo waxa la sheegaya aaminsan yihiin ama ay ku shaqaynayaan ama dadka ku shaqaynaya inta u tagaan ay wax ka yeelayaan qofka wuxuu leeyahay waan xanuunsado nin jiraan boqol u keli dadka durunka ka shaqaynaya ayay u tagayaan markaabay wax ka yeelayaan
waxaa laga yeelo waxaa ka mid ah qofka xanuunsanaya marka loo geeyo dadka sayaadiinta la shaqaysteen noocaasa waxay leeyihiin qofka halka ha la joojiyo neef weyna lasoo gado, neefkii marka lasoo gado waa la gowricin, diiggiisa ayaa waa loo dhigin, qofkii ayaa la cabsiinaya oo la leeyahay jinniyada kugu jira cabaya cab, marka uu sidaa u cabo ayaa la leeyahay marka waa la daweyn. Bal dhiigga rubadda waa waxa Alla uu xarimay waxa ugu xaaraansan buu ka mid yahay, hilibka khaansiirka iyo asaga isku meel buu Alla ku sheegay. Marka dhiig neef la gowracay laga iyo rubadiisa axad ka cabay hilib khaansiir qof cunaya asagu waa islaam mid, maxaa yeele Allah wuxuu noo sheegay inamaa xarama calaykum almaytata waaddama walaxma alkhinsiiri wama uhilla bihi liqayri illah, rabbi wuxuu dushiina ka xarimay waxyaalaha baktiga ah iyo dhiigga rubadda xayawaanka la gowracay ka soconaya iyo hilibka khaansiirka iyo waxa marka la gowracayo aan magacale lagu gowricin. afartaasay si gaara ayuu Alla u xarimay qur-aankana in badan buu Alla ku soo celceliyey, nabiguna wuu caddeeyey sala allahu aleyh wasalam, wax kasta oo naftu ka baxday ayadoon gowrac sharciga lagu samayn iyo dhiigga rubadda iyo hilibka khaansiirka iyo xayawaanka marka la gowracayo magaca le magacaan hayn lagu soo qaada meesha wax uu Allah oranaya xaaraam weeye, dushiina waa laga xarimay. marka khaansiirka dadka qasha ee karsada iyo dhiigga rubadda dadka siiya waa islaamid, wax ay ku kala bedelayn maahan. waxaa maqlaysaa ni oranaya gaaladu khaansiir bay cuntaa, asaguna waxa uu dadka cabsiiya dhiigga rubadda, maxaa ku kala bedelantiin? gaalku khaansiir buu u cunay, adiguna waxaan baktigaa waa dadka siiday, isku meel buun Alla ku sheegay subxaana wa tacaala. marka Allah ha laga cabsado, dad baad arkaysaa dhiiggaa lagu daweynayo, war dhiiggaa wax laguma daweyn karo, war dadka lama cabsiin karo, war qofka cabay waxba laga yeelin maayo, war rabbigiin ka badal subxaana wa tacaala. Allah subxaana wa tacaala waxa uu sidaa u xarimay daawadiina ma gelin ee shaydaanku yowsan qurunka idiin qurxinin, waayo Allah baa yidhi wazayana lahum shaydaanu acmaalahum, shaydaanka ayaa camalkooda qurunka u qurxiya dadka, fasaddahum cani sabiili fahum laa yahtaduun, dariiqa xaqa ayuu ka xigsaday weligoodna ma hanuunayaan wanaagna ma qaadanayaan, maxaa yeele ma rabaan maba u soo jeedaan. marka rabbi ka cabsada subxaana wa tacaala oo wanaagga ilaaliya, war xaaraanta isaga taga, war xaqa ku socda, oo waxa Alla raalli ka yahay kaliya la imaada haddaad doonaysaan wanaag. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa munazalkaa ku sheegay inuusan hanuunin qoonka mujrimiinta ah, sidaa darteed qof walba waxaa nafsadaada ka ilaalidaa mujrinimo iyo xadgudub. mujrinimadana waxay tahay keliya waxa weeye nusuusta inaad u hoggaansami weydood, xaqaad dhab u gaadan weydo kuna dhaqmi diido, oo marka lagu sheego diinta aad si kale u aragtid oo aad tidhaahdo anaa la iila jeedaya maxaa aniga wax la iiga sheegayaa, nusuusta haddii ay qalad aad ku jirto kuu sheegto waa inaad ka hartaa, nusuustana waa inaad ayada u hoggaansantaa ood ayada ka amar qaadataa. haddaad tahay qof muslima taas ayaa lagaa doonayaa. axad walbow dadaal oo rabbigaa ka cabso xaqu sow yahay ugu soco. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi man iqtabasa cilman min annujuum iqtabasa shucbatan min asixri zaada maa zaad, waxa uu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam axadkii soo qaata ama qalin daarta ama qaata qeyb ka mida cilmiga xidigaha lagu faaliyo wax looga sheego waxau qaatay qeyb sixirka ka mid ah, intuu siyaasadaba ha siyaasado wax Alla wixii cilmiga xidigaha uu ka kororsadaa waa sixir, sixir baa u kordhaya. waa haddaw cilmiga xidigaha dadku wax uga sheegaan oo wax ka mida qaato, laakiin xidigaha haddaw u barto inuu ku kala barto hawooyi yacni jihooyinka, kaas waa qeyb la garan karo waana qeyb la ogol yahay, maxaa yeele gablooyinka waa lagu kala baran karaa, laakiin xidigaha waxa lagu kala faalinayo oo la leeyahay markay bisha la degaan markay meel heble marayaan waxaas ayaa dhacaya, saas ayay arrintu noqonaysaa. wax ka mida qofkii bartaa qeyb sixira ayuu qaata buu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam. marka rabbigiin ka cabsada oo xaqa ilaaliya, xadiidka abu daawuud baa ku soo saaray sanad saxiixa ee allaha laga boqo oo xaqu sow yahay ha loogu socdo oo xumaatada kulligeed ha laysaga tago haddaad adduunka iyo aakhirada wanaag doonaysaan. marka muslimiintaw rabbigiin ka cabsada oo kitaabka Alla iyo sunnada ilaaliya oo sixirka iyo xumaatada isaga taga oo faalka iyo xidiga barashada aad ku faalinaysaan iska deeya aad adduunka iyo aakhirada liibaanteen labadaba eh.
رسولك صلى الله عليه وسلم نجومت علمي جيدا وكدقي وحونا أقدقي حقهم إلا قصة ما يوه وآي دبكو يرادين حد كبل مركو بشا ميلة بالله مرة يوه وحا حياي ما هذا سيدا آي دبدا نقوي يرادين حد كبل دير الأياجرة بشا هدو سمادة برتن كيدا كوغب توقنين عقوفرة كمرو كمرو سنادة برواقة أي نقونا إسابي كليين هدو دين عوقوي كمرانا سنادة أبهار بين نقونا إسابي كليين حقي كأغادين كتاب كيسا كصاخرين إني سيادين ويسان داد خير لأهين وربك بغل سبحانه وتعالى حدقة واحد جير اي لهذين هدهي صواب بحان همينك اي صواب بحان المي عرال قراء المبرا كيسان وخير بنام بين نقلان يا اسو اخري حقاي كأوغ هذين ورارمها هالي سكتاكو وربي هالا قبقو سبحانه وتعالى حدقة اي جير اي لهذين هدهي اي دعان وابريقة ويسو وابريقة يعني قوتيقة لقالة اي دعان قفكي وقتيقة عالسقعة وحيالها قار قوتسة ما يدبه حتى سوق قاليسة يا اوشيقة وحا وحاجر الله بي يتوان حدق كسو قاتين حدقها وإليهين برجبا الله حسابها وحبال اللي قوقها ذا حقيقة كينين وحاسو وحو ريبي عن ثمن الكلب ومهد بقية وحلوان الكاين اي قال لعكتيسة يا هو انت الزانية دا حورها اي زنالة كوقالته وهو كان رسول كرابي صلى الله عليه وسلم أحد ككاهنك وأسلق أموح فعليه أمسك قيد ككور رمح وراه أو كقاته حوراه السيدة على قسلي يا حرام ويا من الله قادن كروها بغتي يعني حوراه الله قادن نبو رسول كيري صلى الله عليه وسلم حديد كابخاري يا مسلم باسو صاري مركزات كمسلمين تاو الدروق يلا حوراه حرام تاو لقو كسب ركتك ودريق حرانا وحاكو كسبنينا وحقها كو عيارينينا او واحد ربي الدين ايها السمينينا او كتابك على الددكي سنقرة اد الدونك اي اخر اد الدوليك كبعدين احد الا احد كي هنونك قاطع كسعرة ربي وقرقارة يا سبحانه وتعالى وحونا الله قرسينا يا الليبان ادوين بضن الدونك اي اخر اد الله بضبا مركا ربي ينك عبصرة وكتابك قرآن كاسدة او يا ابو سعر او كل قد استقر اينا تقول تتان مسلمين تسلالة ومسلمين كعبسلة وإساق الفقالة وحيالها قيبيات كأول لغا ورميو وحامرك اللهم إذا أشيادة أنشيقنا السحركة السحركة شيئا اللي إله الله إساق الدرقو وحونا الله يري ولقد علمه لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ويقع هذين يهود إيضتك كربا أحد ألا أحد كي سحركة قاتا أو إيبسلة وسحركة كوشا قيستا اما فال ايه وحلا ميقا كوشا قيستا انو سن اخيرو وح نصيب اه او خير اه او نحريس الله او سن كوهين ساسو اللي يري سبحانه وتعالى ارنكا وي اغادين بو اللي يري مركب الكا ورن حالة دايلة سيدي اتالو داد الله دادك كوشا قيستا مواضيع الى وي قران ايان وح نصيب اينا سن الاكتسا كوهين هل اسكا الالي الله اللي قبقه سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري اجتنبوا السبع الموبقات وحاتك الدروقتان ونفسدي انك الالسان تدبد الدنبي او متكمل قفك السمعية او كهلك سمعية وتدبد الدنبي او وحلكتا او متكمل قفك كل سمعية هلاكو دعايو مصيبا اي كهب سنيس تدبد الدنبي هلاسك الالي ايوه صلوات الله وسلامه عليه قالوا يا رسول الله وما هن رسولك اللو ذنوب تاسمحيهم تدبد هلاكو هلاك سمعيه ومصيبة لوين أمضى كل غني سوامحه رسولك وحوين صلى الله عليه وسلم الشرك بالله الله أقول له شريك يا له ومدى أقول الرئيس وإن ربي له شريك يا له وربي وحو إسكالي يقول لك للو ميريو ربي وحداني يدي سأولا إنكرو رسالة النبي قال له سبي بي أولا إنكرو أما الدين توح كمل أولا إنكرو أي شركي شركي وحو كلام وقنا يا ربي غيرك أدوبر يا أدو ترسارتا أدو كبقانايا أدو دينتا اللي وحانا هين حكم وحلقو حكم كدكتا نوعية لسيركيغا وحاميدا إسكايل عليها يويري محايا كدنوب إلو دافا لغيابا لكن شيركيغا مايا شيركيغا وحالا وحكسا أو دينتا إسلام كاللوغا بحايو وحكسا أو دينتا إسلام كو كاحرمتي هداد حليلتت وكو قالو بيسا واحد دين تا اسلام كو كو واجب له هدار انكرت واكو غالو بيسا شرك ايام ما كجرتا دين الله لهنا ما لهن مرك ربي انك عبد الله سبحانه وتعالى قضيه الله والسحر والسحركه
سحرك إسك إلهي أيوه لي صلى الله عليه وسلم سحرك أي وعفر بضنب أقعي سما موضوع أن كسر هلا إنه فالك أي وح الله متك سحرك أي كمدين سحرك واسيع حمام بلن دتك كسر قيس النحريس الله لقد درجي دتك الله كسر قيس النحريس الله لقد درجي إلا قالوا بينا الله شجع سبحانه وتعالى وأتوا الله يري وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا نبي سليمان ما قالوا من أو سحر كمسة قيسا لكن سيادين تأيا قالوا لي أو سحر كقصعة ألا يري سبحانه وتعالى سحر كوا سيح وسيء لك عرون يو وسيء عذاب أرق الله كسبان يو وسيء عراء الله كجرته وربدي كعب صدا وربدي كعب صدا ورسك إلى عليها ورسحر كهود وهننا وردين تهالله يعننا وركتاب كالله كتب أننا ورمي أن نحقول لهين ورمي أن ندري من دين الإسلام كسر أيتها والرب على جعس سبحانه وتعالى قد يد سد حاد وحوي وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق إلا الدله نفتي الله أو كحرم الدلك إلى حق إنك دلي سمانه أحد دلكيس أو ربي كحرم الدلكيس وممنوع إلى الحق دلي سمانه ما أنت وحي كميت أشياء سهلا وقفك اللي يسكد ليه سيدا دلك أسهليه سيدا بقى أسهليه سيدا أمد الله قطيبا يو ما أنت وحي كيسا شركي إيا سحركي إيا دلكي دتك كل والا بنايسي وأنا وحي اللي قوح عليك سميه وحي ربي ما أنت أمد جوبت عذابك أغسل لنا وانوحا وربي الله قبقه أوديك بني آدم كان اللي يسكد ليه وليهن دتك اللي قوح حد قد ورقف ما أركيس اللي دي لي اللي دي لي يسمى الهبل أيو كم شيء أدرك على هذا حي وروح عدين تسلمكم أقولها يا ربي كعب صلى سبحانه وتعالى قد يدع فرروح ويا وأكل الربا ربا لا عنتان كده ربا إلا عنا وأرن ممنوع أو حرام أحد كربا لا عنا ربي قف كدر جيوي ويا رسولك وحو عدي هل درهم او رباء او ادو او اف انتب صدق ايه الليح جارس لنا اللي قالي واكحوني هاي صلوات الله والسلام عليه مركة بس كمسلمين تا وإلي اوغادان ربك الرزاقة انو ارزقه هذا الرباء الاسكديان الرباء الاسكديان واكل مال اليتيم اقوانت مال كيد اولا عنو ايه موضوع حسنات اقوانت حوله هيد اولا عنو حوالا اقوى من الله عنه ضد مساكين او لقد وابهود انت حوالا الله عنه ما انت الله مدر يحوالا الله دعايا ايه والتولي يوم الزحف على رضل على راه دينة اسلامك مركة ضدك اسكوها يا اسكوري ما بين او مسلمين ان لقى عرر قوبتها وقفك او كعرر صبك مسلمين تودين عقال عرره عرره سكنا با وارين خطر موضوع التدواد وحوي وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات إن زنا وقتو رؤو وحلق الشيخو أبناء محسناتك أو زنا لكتنا ورسنا عفيفاتك أو غافلاتك أو حلمانسن وحكسة أو معاسية أو مؤمناتك أو الله ستنا بأرميسا ذاتك النوع عاسة إن وحلق الشيخو أو زنا وقتو رؤو تدواد الدنبي أو لقوها لك سميك كميتو نبي قويري صلى الله عليه وسلم برتو دلال الدم بما أنت ذاتك الجراسي لي وحيسان كورما إيه سيد الله بنايسي سيركي سيد الله غدا وأرد يو إلهي قيرك الله بري أيام الدين تعالى الله عيارة يو سحرك سيد الله وشق إيسان أي بقت إيه بلايا ليس قد بوراجين يو ديك إسلام كسيد الله بنايسي المسلمين تي برنا اللوت دي برنا الله بعي برنا جهالك اللو سيحي ربانا سيد الله قاعدت إله اللي قاري ومساجيدا اللي قفت يو ديلي الرباض هو حلال أقول تحولي رسول الله قالنا يو الله تحيو إلا اللي رئيسك الحقب سي عشور بالأبو ياسي دفاع الدين تسلام كسير الله عرض إلى قبيل الدفاعي قبلها المسلمات كسير الله عاي إلى إن أول بقوا حجاب قال تؤجر كذا قال إلى الزيان الله شاكو أما وحلق شاكو أما الله عايو إلك اللي قارك ورد ورد بها الله قبقه سبحانه وتعالى حديث كاسر البخاري المسلم يغير كود بصوة صاري وحيارا أنه قدقي وحكم إلى سحرك سحرك هو موضوع هم وانا موضوع سلك كوها يدد كفالك يا بغت قدقي وقت عمر بن الخطاب وحال الدلي ضد الصحراء وحال صحيح البخاري سو صاري بجار ابن عبد منك اللي يرى إلو يري عمر بن الخطاب وحو صغري أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وحال دشان منك سأو سحر روء إيا ناك سأو ساحرة وحو يركرك فقتلنا ثلاثة سواحر وحان دلني صدح قفوت او سحر ولا يالا
سدح قفول او سحرك كسر الى ايان دي النبويري مركز سحرك وسيح وانا سيء المسلمين تلقى اقولين وانا سيء قفتي اللبوها لأو الدين تاسلام كأقبح ايو وسيء ادو خير دران مسلمين توحى لقدونا يا الي كالدرقان سحرك يوحى الحريرة او كهانك يا سيقي ان الله بانيئة رسولك صلى الله عليه وسلم وحو عدي احد الاحد كيكا كهان نما سمعي واسقو احفالي هي متك الله فعليه متك سحره هي متك وح الله سحره هي متك كاهن اتقى وركي سرمي كل بولين يكون قالوا لهم وحي نبي محمد الوسي والدجية وحكا سأقول نبي محمد الوسي والدجية صلى الله عليه وسلم واكو قالوا بين صلاة بان لقى أكبرين عبادة لقى أكبرين دعاء لقى أكبرين نحريس أي إنسان لهين فعل كأي كسوين هذا إنسان كتوبكين وأنا أفعال أبو خير درن مركب ربي الله قبله سبحانه وتعالى ودين تاني سلام كالله وسعره ورد ديو توبك هنا ورد ديو قرم ككل عبطة وربي جين كحبسة حق إلى عليا أي الدون كي آخر أبو ليستين لبضل رسولك صلى الله عليه وسلم مسلمين تو أقدق سيقا ليرا سحرك وأقدق فالك وأقدق وحكا سأو قيبك كسار سنح قليتان كيسا وأقدق رسولك صلى الله عليه وسلم أحد كسي أرمها الله قوه لنا وأقف أنا اللي أكتي سوانا بؤور هدو صنفعين كاكتو لك يعني وحوانا قال كل من مايو لكن أحد كي توبك أنا توبه هو مفتوح إن ربي هلا قبضه سبحانه وتعالى قرادات كان هلا قصر الله أبتو رسولك وحوه صلى الله عليه وسلم من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا أحد كي من الأسفق ربي يعبده وأن على أسري جيرين إذكر عبادة أقدرين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وصلاة هجادين يسكن بحنية ويصوم رمضان بش رمضان كالإيران أصاب الصومي ماذا والرمضان كالصومي ويتقي الكبائر دنبيالك ووينك نور صلاة وقيمها أن سودنا سين أي كم دين فإن الله الجنة كان يا أسر قنبوبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الرسول كذا جيسو أحد كيما أسقى ربك عابدية أو ربك سبنا أو عابدة أو شرك إيا إلحاد إيا حمان أو قن إسرائيتك أو ربك إبادة سبقون أغدقا أو ألمنا إيا إذكرك أمر قالا أو دين تسرى أيتاي أقول مغمى سلاة أليها جاجية أولي تسكرة كبحية بش رمضان كالليلة الصومة أو قرنك أو إذلك الصومة وحيانها كبائر الليلة او دنبيالك وهوين او ظنك دورتها احكا جنة اصغا جنة ايو ليه ايو نبي ويلي صلى الله عليه وسلم صحابة وحي رسولك كويل اهلين كبائر تمحان ليلة رسولك وحي ويلي صلى الله عليه وسلم كبائر تواحاكم اذا الاشراك بالله وقتل النفس المسلمة وفرار يوم الزحف الله والله شريك يهلو قف مسلم او وحو كاقلب صدي العرق او لديله ايوه إلا قرر الدفاع الدين تا اسلام كان لقو دفاع ايوه ارمها سأياه كبا ارتك مدبوه صلى الله عليه وسلم قفك وينو ارمها كدرقا وانا ايو كتاقا ساس ايه لديوني مركا قفك هدو سيها ايه او ربك كبقو سبحانه وتعالى او قرقار ايه اللي اكتي سجنة وكل ايه مسلمين تاو ربك كعب صدا كبا ارتا يدنوبتا وهوين اساق اتاقا شركك يا الحاكة إساقة تغا حتقولك يا دلك مسلمين تإساقة تغا سحرك يا طالك إساقة تغا دلك مسلمين تإساقة دي وانا قد كدل على عدناء اللي قشه هنا حديثك سوى صحيح وحانا سوى صار إمام أحمد نسائي ابن حبان إيا حاكم وحانا اللي قوريين اللي رابي أيوب وردك إسلام كوما وانا قاركتان ما خيراتك كدل عشان وربك إنك عبستان سبحانه وتعالى وربك عن ربك كأمر قابنين وأن دين تإسلام قسل أيتي أغسع نين لما توين بو أن لأكتي سكرة كل ميا ورسحر كي يدلق كالدرقة ورنبك إسلامك كالدرقة ورواناك كدلالة رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري أبغض الناس إلى الله ثلاثة الحق سوحى ذاتك اللوغن عيب بنيها وربي أو ذاتك أغسع بنيها صدح غفور يلك ليهن سبحده ملحد في الحرم حرم كدحد يسببك الحاكة كسمية محل ولد جلال ملحد في الحرم الذي يرتكب فيه ما حرم الله
حرم كنحري سقفكي كل ما لوحي أو ربي كحرمي أحكي حرم كنحري سقصنا يا والله ما كل غبوك دتك وقلنا عليه كم دهي أي حرم كالله أحكي وحكو حرا أما كل ليس أما دت كدنا أما إسلام ككلنا أما حد قلوا أنا قصة معي أنا عام بركة ورر ما أنت دتك أي قلي سلاك ترحيرا نبل لو مجيسا سبحانك يا إلهي دتك حدي وأي واحد كأنا لا فهمت ولا دتك وأي كتن طا في البنين إسكما إلى عليان مركبة اللي جيري أو حسنة اللي جيري مركبة الدوافع أو وقف حلك اللي مو فيري حالا على قصة معي والعياذ بالله وروح كم وياك وردت السلام نمشي يا جنايا وديك جبني آدم كأصلا وحبك كل فدين وقف كيد دوانا مسلم الدنيا وصل كيد دوانا ودق مايا ور الله على جبقه ور الله على جبقه وروح كم مرة وه ور مسلمين نقرة وردت يوم مسلمين نقرة ومكرمين هالمضلينا والدين تعالى أشقايا أحكى الله بعض وحوي ومبتدئ في الإسلام سنة الجاهلية إسلام كنحري صدفك كد البطاقن في الجاهلية ده. وحي الجاهلية اللي يقين قفك إسلام كدحلي سكولي مالا هاي كور أرنكا أرنكا تراوي إسلام كدحلي سأيو كولي من سنة الجاهلية وحي الجاهلية اللي يقين مغن كي الجاهلية وح الله وحي الجاهلية كسا قين أيين أيو إسلام كدحلي سكولي مالا قفك النوع حسنة اللي أبتيسة وحو كولي على الأرض خير دا الرب بنما كسام حضي فرك الرب دي هلا قبقه والرب دي هلا قبقه والدين ده إسلام كهلا إلهي والإسلام كدحريسة سنة الجاهلية الله سمعيني أصدق الدين ده إسلام كقصبا أما مسلمين مش شاقنا يا وحي الجاهلية اللي قوية قيني أو قبيالات أو قرم أو حد قرم أو حماء أيو اسكا كدب وليه يا وعجيب وي وحي كاملت أرماء خطرت أرين ده سردح هذا حوي مضرب دم امرئ بغير حد اللي يريد دمه أحد كي دلبي قف ديجي حق لأن كو دلبي إنو داري آوليد قف مسلم أه ووحو كالقلب سلي الأرق أيو ديجي سدون دون ياسي أو قو دانيو سد حراق قفو ومخلوق اللي كو اللو حربني هاي حرم كحد قدوك قفت كو سميهي وحرم كو سميه حرم ك أحد كالجاهلية للدريقية للإسلام ككو نحضوني قف مسلم او وحو كقلب صلي انا قف كنيجي صدون دونانا ايو دايو مخلوق عليكو اللوغو نحبيه وي ايو نبيكو يري صلى الله عليه وسلم سلاسو رسولكو ارانيا مركا ربيجين كعبصد او دينتا اسلام كإلالية ورحد قدب ككتغا وردد كإسلام كأيان لديبن وريان قرون لبنا يسمن وريان اسلام كاللغو حد قدبين حديد كأساقا وحديد ايسو سارين بقاري مسلم وهو ركز يا كينا يا قفك مسلم كا إلا لقد دونا يا حد قدم كل جينا وكتقو وحكستو ربي وقعرونا يا وين وكفق هذا رسولك وحوي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفر ذنب كسا ألا وحو حقيقة كل يا إنا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا أحد مشركني ما كل نتاي مهانا إيا قفك يقف مؤمنة كسو ديلي لما قف بوض مهانا انت كلي دمبك إن الله نعفال رجينا يا أبو بيلي صلوات الله والسلام عليك أحد يعني مشركني ما كل نتاي ودين تا إسلام كوحكا من أساقه إنكري أما كجة سياسات انتاي إسلام نمشك تاتو دونا ويو شركيكو وحاريك آيكو رفضو وكوكو إمانا يا أحد كسا أو شركي كل نتاي ربي دمبك ما نعفاله أحد كي قف مؤمنة كسر الدين الله في ما يأيوه صلوات الله وسلام عليه حديث كهو صحيح وحصل صار أبو داود وحونا كوه يدريق أبي الدرد الله قولنا إمام محمد النسائي حاكم بحصل صاري دين أحمد حاوية الله قولي أيوه قولنا مركا مسلمين تو ربي جين كحفصل أو نفس الدين الشرك كإير علي وروح ربي قولي لي هاي وغيبك إيا حالة دي هيسعة حشيك أننا وود او ربي قولي للي هاي حشيك أننا الضمرة او ربي اسكالي اساق عبو لي حكو حكو بنينا وحا ربي اذن كحرمي وح كملا حالي لننا وحي ربي واجب اذن كقدقي وح كملا هاللي عننا هبا نيسانينا وحا لإذن دي ديو وربي كعصد سبحانه وتعالى وربي هدال كعصدتنا اللو اذن قرقارا يا اذنكو واناقا كودا دارا ومسلمين تو ربي اذن كعصد الخيرات كالسامية وارضفكي كبائرتا يضرون ككدر جعلا وأقرقاريا
ee kabaairta iyo burunka isaga taga oo waxa rabbi idinka xarimo dhan ka fogaada haddaad doonaysaan wanaag. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi talaatatu laa yadkhuluuna aljannata abada, saddex jannada alle weligood ma galaan. cajaa'ibtaa ka waran, weligood geli maayaan buu yihi sal lla sl abadan. axadka koowaad waxa weeye addayuut, dadkiisa midka xaaraanta iyo qurunka ku sugay oo raalli uga noqday oo ku fiirsaday waa dayuut. laa yadkhulu janna ayuu yihi sal lla sl abada. axadka dayuutka la yidhaah oo macaasida iyo cerada alle waxay ku jirto dadka raalli uga noqda ku fiirsanaya, jannada geli maayo buu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. axadka labaad waa maxay? waa rajula, rajuladu waa maxaa? almutashabbihatu birijaal, waa haweenta ninka iska dhigta oo ragga isku shabaxda, dhinac walba isaga shabaxda, nin iska dhigdhigaysa jannada alla geli maysa buu yihi sal lla wasalam. waa rajulatu min annisaa weeye, midda nimanka iska dhigto dumarka ka mid a. axadka saddexaad waayo waa mudminu lkhamri, waxaa lagu saqraano cabiddooda iyo ka shaqayntooda qofka daa'ima. saddexdaa qofood jannada alle weligood geli maayaan buu yihi haddaysan toobo keenin baa ka qadaran. hadday saddexdu toobo keenaan dembiga waa loo dhaafayaa, laakiin haddaysan toobo keenina ku dhintaan janna geli maayaan buu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. rasuulka allah sidaa odhanaya marka rabbiga idin khalqay ka cabsada oo naftiina qurunkaa ka ilaaliya oo yaan waxaa lala imaanin. xadiidkaasaga waa saxiix, dabaraani ayaa mucjamu lkabiir ku qoray, camaar binu yaasirna waa laga wariyey. war muslimiintow rabbigiin ka cabsada, war muslimiintow xumaatada ka xishooda. rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam talaatatun laa yandur illahu ilayhim yawma alqiyaama, saddex alla maalinta qiyaamada il naxariis leh kuma fiiriyo, cadaab aliimina way leeyihin, yay kala yihiin. alxaaqu liwaalidayh, labadiisa waalidkan caasiyey. walmar'atu almutarajilatu almutashabbihatu birijaal, haweenta nimanka iska dhigta oo ragga isku shabahda, iyo wadayuut, qofka qofka xumaatada ka shaqeeya, dayuutka ah qurunka iyo baktiga wada oo reerkiisa xaaraanta ku wada kuna fiirsanaya. wa talaatatun laa yadkhuluuna aljanna, saddexna jannadee geli maayaan. alcaaqu liwaaliday, walmudminu lkhamr, walmanaanu bima acdaa, kan waalidkiisa caasiyey, kan khamrada samaynteeda iyo cabitaankeeda daa'ima, iyo kan waxau bixiyey dadka ku galadaysa oo yidhi waa anigii saa ku yeelay, waa anigii waxaa kuu qabtay, waa anigii waxaa kuu sameeyey, noocaa ku socda. xadiidkaa waa saxiix, waxaa soo saaray imaamu axmed, nisaa iyo xaakim. war rabbigiin ka cabsada, war diinta islaamka ilaaliya, war wax xalada alla ku jirta dad yahu ka durga oo ha isku shabihinina gaalada, oo dad gaalada ka mid a ha noqonina, oo ficilka gaalada ha la imaanina. waa u rasuulku xadiis saxiixa ku yidhi man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, axadkii qole isku shabaha ayagoo ka mid yahay. waryaan qurunka la isku shabihin, waryaan gaalada la raacin, waryaan diin la-aan lagu soconin, waryaan allaha daa'imkaa lala dagaalamin. maxaa yeelay allaha daa'imkaa qofkii diintiisa ku dhaqmi waaye waa qof la dagaalamay. waryaan allaha daa'imkaa dagaal lagu qaadin, war dadow rabbigiina ka cabsada oo diinta dadkeeda noqda. war shaydaanka dariiqiisa ha raacinina, war shaydaanku dadka baadilku u qurxiyaa, macaasida magacyo la jecel yahay ayuu ugu magacaabaa, dalcada iyo diinta ilaahayna magacyo la necab yahu ku magacaabaa. war shaydaanku meelaha aadan garanayn buu kaasoo gelayaa, ee qof walbou iska ilaali. shaydaanku waxuu dadka ka soo gala u adeegsadaa jahliga, hawa dhirirka, kibirka, isla fiicnaanta, xumaanta oo dadka loo baniyo, iyo cadaabka alloo laga aamin noqdo carada, ku dadaalka adduunyada, ammaan jacaylka adiga kayrka oo la xagiro, naxariista alla oo laga quusto, jacaylka adduunyada, bakhiilnimada, hawada oo la raaco dembigaada kula yaraada, meelahaasa kuusoo gelaya. meelaha hadduu shaydaanku kaasoo galana waa kuu dhamaatay ee rabbigiin ka cabsada subxaana wa tacaala. carada alla waxa ay ku jirto oo dhan ka taga, aqallo ayaa jira aan malaa'igta aan la soo gelin. aqalka ugu horreeya waa aqalka uu ku sugan yahay qof qaraabadiisa gooya. aqalka labaad waxa weeyaan qof aqalka uu ku sugan yahay qofka waalidkiisa caafiya. aqalka saddexaad waa aqalka uu ku sugan yahay dadka agoonta xoolaheeda cuna. aqalka afaraad waa aqal riba lagu cuno. aqalka shanaad waa aqal ay ku jiro. aqalka lixaad waa aqal majaalista shayaadiinta ay ku yaaliin oo lagu qayilo ama lagu geyrasheeyo ama se baaya lagu fiirsado iyo wax muusika ah lagu dhegaysto.
أقل كتدوال وأقل بحدي سدد كجوغة أي لعنات إيه حيب ليهين أقل كسدد وأقل مسور سرانيه هاي وتمثير تعالو أقل كسدد وأقل لغو قبي أو لغو جهجار وحن إلهي دقري جيسي الدين تزعين أقل كتبنال وأقل جرس أو كل لنهيو بحر كجرس كالليرا وواحد كان بلالده لو يقاني أقل كتبنال يتبنال وأقل أي كغيرين أي كغيريان دتك لا يجيري ودي هي كغمرة اللي وحرة هي وحرة متكع أقل الله مو حاسة أو إيل ملاك تعلي أن حريص توداس وما قشوا مرك رب يجين كعصرة وملاك تعلي أن حريص توديان أقل كي إن كدرجين إن رب يجين سيدنا لو عبدة وقف مسلم عيدي سيسكير عليا دل كي سيسكير عليا كحد جود كي سيسكير عليا أو دلوا عنينا هم قنينا ويا رسولك وحولي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الدعان قفك مؤمن كامد وحلحنا او واحد دعان يمأهن مد فاحشة او فحش السماء يمأهن مد حمان كوى الرمض مأهن اخي المسلم واخت المسلمة وحاد كدنا شاقف والبو ملائك تعالى انك ولا صاحبته اقل كاقا اني سوى سيارته اني سرير تعالى كصفة لسكرته عرب كاقا حفلي قلبك هاك حفلي حمنها هاك حفلي حرامت اسك إلهي حق دردانا كفقو كلمة ونعكسا او ضيبك وحالا صدق يكون نغاني مسلمين تولا لها ارضها وحضا يصدق يكون نغاني لغوك حمت دردرها عيلة افلق يدد اسك إلهي يعني حراء لك ونعين هذا اخي المسلم واخت المسلمة وحد كده لاشا عربك إلهي انتيسا دائما عربك ابو حقوق ان هذا ذكرك الله عربك هدان هنا تلو انا جوال هنا نيسا نفس الدار هدان حساب تلو تقول ليس نيسا عرض هذا قريب مسلمين تاسك حفي طريق الجنة اللهم رسا وإياك الدلال ويو الله وحويري وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعد للمتقين وروح ادك دكتان لك مسلمين تاو مغفرة يا الدمداء بحق ربك انك اهالي ايا الجنة عرضي قيد اسجر السماوات كي عرضها وضبك ربك عرضي اللو دياري متقين تيالي الذين ينفقون في السراء والضراء وكو حوله ربحين ايا مركا يبرواق الله كجرا ايا مركا دي بكجرا والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس وكو حرد ودقرين ايا وضبك اسكعفين ايا ووراك كسقين ايا والله يحب المحسنين الله ندوك محسنين تواجع عليه مرك هذا الله أخي المسلم وأخت المسلمة أو صاف ددتك الجنة قال أي إسكليين وإن يتنس إيا نفو حجر وحيوب قوضة يحولها وحكا بحيان وإيسا نفتا وكو بخيرين وإيسا علم قوضة كو بخيرين وإيسا عوره وضا كو بخيرين أنا ذا وضا أي قريان ددك أي إسكحفيان وناك أي كسقيان ولقود سيدا كودة لا ربك كعبسو سيدا كودة لا ربك كعبسو أدقو ليس تدير وردين تإسلام كإلهالية ولا قد لنا رسولك وحوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق ان يكون لعانا وحديث صحيح وهو رسولك ارى يا مهبونا وقف صديق اور لوغا انه لعان نقله او امته لعنا او قوم كسقيه وين اماته الديره وين خيراتك كسقيه وين وناك قد لنا وين ربك كعرسلا وين سيد الله راه اللي كل يكسرا تاس يا لغا دنيا مرك هذا هو ولا ليال داد وناقة كدة على الآن نغنو داد مسلمين أول على الآن وناقة إسو الشيقة وحماتها كتاقة آن نغنو صحابة النبي قيان لعاين داد كدبين تيان لعاين مسلمين تيان لقو حد قدبين وارد كي قرابة ديان لقوين دين تا إسلام كوحي مسلحة أوها لقو سعضو أوها لقو شقية أيضا أحد والبو جاهلية بقمد اللقو يقان إسكائلالي اما الله الجاهلية لقو يقان وحاكم دا إنه يتكالله قيليو مركو دينسو إن نسبك الله يسكدره وقفك نسب كيس العايو إيا إن حدقها لقو روب دونه ولي إذا حدقها بلدو مهب لك صبح روب دعاية أسي هذا النوع حاس الجاهلية لقو يقان ووحي هذا الدتك أن دين تلاهين لقو يقان رب دين كعبسلا وحا وحده أو وحا فعاوى الله رب بان مالكة رب بان نافعة رب بها الضارئة أحد كلا وحقلا كرام الجيرو مركة الضوء ما الله نقضى ونفعيك الدوليسان ألوه يديسته
oo durka aad ka baqanaysaan alle ka magangala oo diintatan sidii rabbi u soo dejiyey ugu dhaqma oo waxaad dariisataan kitaabka iyo sunnada ka yeela adduunka iyo aakhiradaba aad guulaysanteene. Allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay inaan qeybka inaan isaga haynaysan ogeyn, waayo wuxuu alla yidhi qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi alqayba ila allah. waxaad ku tiraa nabiyow dadka kan ma oga samaawaatka.